عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني وأحد أعضاء الوفد المفاوض الذي أعلنت عنه الهيئة العليا للمفاوضات أن المجلس الوطني الكردي جمع ما يزيد عن 600 ألف توقيع من الكرد في سوريا كوثيقة ستقدم للأمم المتحدة تقر بأحقية المجلس الوطني الكردي كممثل للأكراد، وتدحض الادعاءات الروسية بعدم وجود تمثيل كردي في وفد المعارضة بهدف زج حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ضمن وفد المعارضة كممثل واحدا للأكراد.